وعموما المزيد معنا فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية في إكويتي. أهلا وسهلا بك فرح. فرح طبعا سنبدأ مع شهادة جيروم باول وتحذيراته، ولكنه في الوقت نفسه يعني لدينا يعني كمان يمكن ننطر شوي أكثر، بس منشوف أنه الصورة الأوضح أو اللي عم نسعره بالأسواق أنه رح يكون في عنا أول تقليص فائدة في شهر سبتمبر. وإذا منلاحظ مبارح يمكن الشيء الوحيد اللي اختلف بنبرته، جيروم باول بيعرف الأسواق حساسة لحديثه وعارف أنه ما رح يكون عم يقدر يغير كتير من يمكن الصورة المتشددة اللي عم يحكي دايما فيها أنه نحن عم نحارب التضخم، ولكن عمل انترودكشن لمشكلة أخرى. نحن ما بين نارين، في عنا فعلا سوق عمل عم يتراجع، النمو فيه كمان قد يكون ضئيل، ومن ناحيتين التضخم، ولازم نكون عم نعمل ما يسمى بالانس ما بين الأمرين. فمشان هيك أنا عم نشوف دولار ارتد على خبرية أنه نحن رح نكون عم نستمر بسياسة متشددة يمكن لسبتمبر لنشوف تقليص فائدة، وكمان أنه نحن خيفانين من تراجع في أسواق في سوق العمل اللي عم نشوفه عن مستويات ما قبل الوباء، كما رح يكون عم يعمل بالانس بيناتهم. هلأ اليوم كمان الحديث مستمر لجيروم باول، ولكن لا نظن رح يكون في أي مفاجآت للأسواق. عم نخدها بطريقة شوي متساهلة أكثر، شوي عم نتوقع تقليص لأسعار الفائدة، ولكن أنا نشوفها أقرب من سبتمبر ما عم نسعر هذا الشيء بالوقت الحالي. بيانات التضخم اللي رح تصدر غدا نتوقع تراجع نوعا ما بسبب تراجع أسعار النفط، تراجع الأسعار المواد الغذائية، ولكن بهمنا نشوف الكور انفليشن. هون رح نشوف قد ايه في تضخم فعلا ستيكي أو مستمر، خصوصي أنه يمكن قد نرى ارتفاع في أسعار التذاكر، يمكن نكون عم نشوف في الانشورنس على السيارات قد نرى ارتداد له. فالأهم من العنوان العريض للتضخم هو التضخم الأساسي يوم غد. طيب بالنسبة لأداء الأسواق الأمريكية والمؤشرات، يعني حتى تحدثت عنها خلال اليومين الماضيين أنه كان في هناك ارتفاعات بالفترة بالأيام الأخيرة، هل ترينها مبررة أو أنها مبالغ فيها وإلى أين؟ يعني هو بالنهاية المستثمر عم يبرم على مكان يعطيه مردود جيد، إذا كان عم يودع كمان أو عم بيوجه الاستثمارات عليها، والأسواق الأمريكية لا تزال تعطي كمان عوائد جيدة جدا. عم نشوف نتوقع أنه هيدا كمان موسم الأرباح قد يستمر بهذه البيانات الإيجابية. نحن رح نبلش كمان مع سوق مهم كتير أو اندستري كتير مهمة، وهي البنوك الأكثر حساسية للأسعار الفائدة المرتفعة، وكمان بتكون عم تفرجينا صورة عامة عن الاقتصاد وأساسياته. ففي حال جائد جيدة خصوصي ثلاث بنوك كبرى رح تكون عم تفرجي أرباحها في هذا الأسبوع، أعتقد هالمومنتم القوي في أسواق الأسهم قد يستمر، خصوصي أنه بلشنا عم نتوقع تراجع في أسعار الفائدة قريب جدا مع نهاية الصيف. فمستدام نعم، ولكن كمان لازم نكون عم نشوف بيانات التضخم ونكون عم نشوف كوركشن أو ارتداد كمان منطقي جدا بسبب هالارتفاعات اللي تعدت كمان المتوسط. طيب ننتقل سريعا فرح لأسعار النفط والتراجعات الحاصلة، يعني بما ما هي يعني أبرز العوامل التي تدعم هذه أو تضغط عليها، وما الذي ممكن أن يدعمها بالمقابل؟ يعني طبعا كنا، والغريب أنه مبارح كان في عنا كمان الستوكس للنفط كان أقل من المتوقع، معناته المفروض الطلب مرتفع وترتفع الأسعار، ولكن لازم نتذكر هيداك الأسبوع حمل كمان بعض الأخبار اللي أدت إلى ارتفاعات كبيرة، مثلا الأعصار يلي في خليج المكسيك ما كان عم بيأثر فعلا على الإنتاج مثل ما كنا متوقعين. المخاوف كمان بالاقتصاد الصيني اليوم مع بيانات التضخم اللي جاءت أقل من التوقعات رجعت ضغطت على معنويات السوق. هلا إحنا كمان في عنا بيانات اليوم من الولايات المتحدة للمخزونات للنفط، طبعا رح تكون عم تأثر، ولكن في عنا صورة نوعا ما متباينة. فعلا نحن في عنا يمكن كان ارتفاعات بسبب المخاوف الجيوسياسية، ولكن عم تتراجع أكثر وأكثر. الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم عم بيفرجينا إشارات نوعا ما سلبية، فطبعا هيدا الشيء كنا رح نكون عم نشوف تراجعه، خصوصا أنه كان في عنا هالبيك بسبب مخاوف الأعصار اللي ما كانت حقيقية وما كانت عم تأثر بشكل كبير على الموانئ. أخيرا نتحدث عن أسعار الذهب سريعا، إلى أين ستصل خاصة مع القرارات التي ستتم بشأن الفائدة؟ إذا بدنا نحكي عن كل التأثير، طبعا تراجع أسعار الفائدة طبعا رح يفيد الذهب اللي هو نوعا ما أصل ما في عنده عوائد، مش هيك كنا عم نتوجه يمكن أكثر على سندات الخزانة، ولكن إذا تراجعت كمان عوائد سندات الخزانة رح يستفيد الذهب. تراجع الفائدة رح يكون عم بيفيد الذهب، مخاوف كمان جيوسياسية بأوروبا كلها رح تكون عم تفيد. الأمر اللي كان بيخوفنا أنه الصين ما كانت عم تشتري، ولكن عم نلاقي بنوك أخرى في أوروبا وهالهند مثلا عم تشتري. شكرا جزيلا لك فرح مراد. شكرا جزيلا لك.